وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. نرحب بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة، ونهنئكم بعودة المدارس وعودة أبنائكم الطلبة والطالبات. بداية سعادة الوزير، لو نتحدث عن أبرز تطلعاتكم لهذا العام الدراسي لضمان أن يكون عاما دراسيا ناجحا للطلبة والطالبات في مدارس مملكة البحرين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا كما أشرتم، يعني نهنئ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. البداية بإذنه تعالى كانت موفقة وسلسة وميسرة، وطبعا سبقتها استعدادات كبيرة جدا من قبل وزارة التربية والتعليم والقطاعات التعليمية المعنية والتعليمية المساندة لتهيئة المدارس من حيث المرافق وطبعا المستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية، وفي مقدمتها طبعا الكادر التدريسي والكادر الإداري المساند. اليوم ولله الحمد انتظم قرابة 152 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات مملكة البحرين في مدارسهم، التزام عالي المستوى من قبل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، نسبة حضور عالية جدا. وإن شاء الله طبعا حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإن عمليات التعليم والتعلم تبدأ من اليوم الأول. طبعا اليوم كنا نرصد ونتابع مختلف العمليات التي قامت بها القطاعات التعليمية ونسجل الملاحظات، بالذات في يومي الأربعاء والخميس، حتى يتم معالجتها في طبعا خلال إجازة الأسبوع. ومن خلال الرصد والمتابعة يتبين لنا طبعا حتى الآن أن هناك طبعا نسب انضباط عالية جدا وثلاثة ويسر في بدء العام الدراسي. نتوقع بإذنه تعالى أن يتسم العام الدراسي الجديد بمستويات عالية من التحصيل العلمي. مختلف القطاعات التعليمية سوف تقوم بإجراء عمليات تقييم مستمرة. هناك مناهج مطورة تم إدخالها في الخطط الدراسية في جميع المستويات، سواء المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو المرحلة الثانوية. وطبعا ستباشر وزارة التربية والتعليم خططها المعتادة في متابعة عمليات التحصيل العلمي وإجراء عمليات التقييم، وإن شاء الله بإذن تعالى يكون عاما موفقا مليئا بالأنشطة والفعاليات والمسابقات الطلابية، ويكون العام الدراسي عبارة عن عام ممتع لجميع الطلاب والطالبات وموفق للجميع بإذن تعالى. نعم سعادة الوزير، يعني مع بداية العام الدراسي ونتمنى أن يكون عاما دراسيا مليئا بالإنجازات التي يعني يحققها أبنائنا الطلبة، ما هي الأبرز يعني النصائح وكلمة توجهونها إلى أبنائكم وبناتكم الطلبة؟ طبعا أولا المدرسة هي مكان ليس فقط لتلقي العلم والمعرفة، وإن كانت هذه هي المسؤولية الأولى، ولكنه مكان لصنع الذكريات. فأنا أتمنى من جميع الطلاب والطالبات أن يستمتعوا بالعام الدراسي وأن ينسجوا الذكريات التي سوف تبقى معهم إلى الأبد. وفي نفس الوقت يجب أن يتم استغلال كامل الوقت للتحصيل العلمي وللتركيز على الأداء المتميز في المحطات التقييمية وتحديدا في الاختبارات. لابد أن نرسم أهدافنا بدقة حتى نتخرج ونصل إلى المرحلة التالية بمستوى تحصيل علمي متميز يساعد على المرحلة المستقبلية. وزارة التربية والتعليم وجميع كوادرها وفي مقدمتهم المعلمين والقيادة التعليمية سوف تقدم كل الدعم والمساندة لأبناء والبنات الطلاب والطالبات، ولكن يبقى أن العمل الاعتماد على النفس والعمل الشخصي والمثابرة والجد والاجتهاد والعمل مع المعلمين يد بيد هو طبعا المفتاح الأول للنجاح في العام الدراسي. نعم سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.